كما كتلاحظوا الاخوان او طرابخو خدمه جديده وجواتي ما كننزلوا السلعه هانتوما عاوز واتسينا عبدينا اول عام ان شاء الله يا ربي غادي نبدا شغل العمل طرابخو جديد الله المستعان مزواتونا كنعيئ ومازال كنبداو كتشوفوا الاخوان هاد الزواقه هادي كتجي مزيونة عليها طالع كنجيو الطلبات بزاف كما لاحظتوا مؤخرا وقبل راه خدمناها بزاف كتجي زوينة المهم هي الديكور اللي عمتي وانتم كتشوفوا مفزقين اليوم الحمد لله بفضل الله طاحت الشتي والله ملك الحمد مدينة طنجة اليوم 16 في الشهر 11 بالنسبة للإخوان السكنة اللي عندنا فيها العمل هي هادي تبارك الله اللهم بارك السكنة هي هادي فيها بيس الناس هو هذا يجي فيه واحد الديكور رومي هنايا الديكور بلدي كما كتلاحظوا في الصوره هنايا كاينه قوس في قوس زائد قوس صغير يعني ثلاثه الاقواس هيجيونا هنا ان شاء الله بحول الله هذه ربما تقسم يجيو فيها جوج قبات وهنا كاينه الصاله جات طويله فيها 10 ديال المتر في الطول هانتوما الصاله فيها 10 متر في الطول طويلة ما شاء الله ويجيو فيها ثلاثة دروزات يجيو فيها شي ثلاثة دروزات بسم الله اللهم بارك وزيد في ذلك وانتم كتشاهدوا الإخوان السيارة ديالنا العمل بسم الله توكلنا على الله Thank you.
وقد سمي